تحليلا للذكرى ميلاد صاحب السمو الامير جليل ولي الحسن، تحتفل عصبة الرباط سلاطة القنيطرة بهذا العرس، بهذا الاحتفال البائد. وكذلك لا ننسى لا بد ان نشكر كل من ساهم من بعيد او من قريب هذا العرس الرياضي. السلام عليكم، انا سميتي ايمن تريسي، انا فرحان اليوم حيت جيت انا المركز الاول، وكان الكورس مزيان، فيه الكولورات مزيانين، كلشي مزيان، وشكرا. كما تتعرف اليوم شهدت مهدية شاطئ مهدية واحد السباق في حلبة مغلقة من تنظيم عصبة رباط سلاطة القنيطرة للدراجات، وتحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات. وكما تعرف الجميع بأن سباقات اليوم كاينة في واحد المجموعة ديال المدن المغربية، أو على صح التعبير جميع الجهات المملكة، كاين في مدينة مكناس، كاين في وجدة، في الشرق، في الشمال، وكذلك في أقاليمنا العزيزة المغربية الصحراء. كذلك اليوم تتعرف مشاركة واحد العدد كبير ديال الدراجين اللي جاوا من العصبة وخارج العصبة وفي جميع الفئات، واللي تيدخل في إطار البرنامج السنوي ديال العصبة. وكما تتعرفوا عرف واحد النجاح باهر على جميع المستويات والأصعدة. شكرا للجميع، شكرا للسلطات المحلية، وكذلك رجال الإعلام اللي صاهرين معنا اليوم، وخاصة لودوز اللي هي منذ صباحة هذا اليوم وهي واقفة معنا حتى الانتهاء ديال هذا السباق. كذلك ساكنة مدينة مهدية دائما تتقبل بحفاوات السباقين والدراجين اللي تيجيو لهذا الشاطئ الجميل، وخاصة حنا مقبلين على فصل الصيف، وتيتزامن هذا النشاط هذا كذلك مع الاحتفالات الشعب المغربي بذكرى ميلاد سمو الامير جليل مولاي الحسن. وكذلك هناك برنامج اللي تديرو الجامعه اللي هو واحد الشعله اللي تتزور جميع الجهات، واللي غادي بدات من الشرق اللي عطى الانطلاقه ديال السيد الرئيس، وان شاء الله اللي غادي يكون الاحتفال النهائي ديالها بمدينه العيون في اخر هذا الشهر بحول الله. الرياضه القنيطريه بصفه عامه على خير، خصها غير شويه ديال الاهتمام وشويه ديال الدعم، وهذه مناسبه شرط باش الجهات المعنيه الوصيه وكذا المقاولين والمستثمرين الموجودين داخل المدينه باش يهتموا بالرياضه وبالثقافه. والنادي الرياضي القنيطري للدراجات الحمد لله غادي بخطه ثابته ان شاء الله. الاسبوع خلال منتصف هذا الاسبوع القادم عندنا بطوله ديال المغرب اللي غادي تكون بانديه بن سليمان، واللي غادي تعرف المشاركه ديال النادي الرياضي القنيطري، وان شاء الله غادي يكون الكلمه ديالهم. عندنا ابطال صاعدين جدد، نتمنى لهم التوفيق. الوطني المغربي يعني الحقيقه تنشكره الاطر التقنيه والمدربين والمدير التقني على المجهودات اللي قاموا بها. هذه تقريبا 3 سنين كانت الجائحه، الدراجه ما توقفاتش، رغم كانت الدراجه متوقفه، ولكن الدراجين ديالنا والاداره التقنيه بقات تشتغل عن تقنيه زوم. وكذلك كانت تدريبات اللي هما كانوا تيكونوا في المنازل بالرولو كما تعرف الجميع، والحمد لله كاين جيل جديد، كاين شباب جدد، والحمد لله تيعطيو الكلمه ديالهم في الطواف ديال الكاميرون. وغدا ان شاء الله اللي هو يوم الاثنين اللي غادي يوصلوا للمطار محمد الخامس بالتتويج واحد المجموعه ديال المراحل، كما سبقنا ربحنا الطواف ديال غانا سابقا. وان شاء الله كاين واحد السباقات في افريقيا مكتفه، ودائما كما تتعرفوا الجامعه الملكيه المغربيه لسباق الدراجات دائما هي الاولى افريقيا عربيا، وان شاء الله في المستقبل لا مال يعطيو الكلمه ديالهم في بطوله العالميه بحول الله. السلام عليكم، الاسم ديالي ساره الزهراوي، كنتمي لفريق اتحاد بن سليمان في فئه الصغيرات. توفقت الحمد لله بالمرتبه الاولى في فئه الصغيرات، وصراحة التنظيم كان جميل ورائع وكان في المستوى، وكنشكروا هاد الرؤساء ديال هاد الجامعة
السلام عليكم، الاسم ديالي سهام بربوش من فريق اتحاد بن سليمان سباق الدراجات. انا الكاتيجوري موان 23، الحمد لله توفقت في هذا الكورس وديت المرتبه الاولى، وكنشكر بزاف الناس اللي نظموا هذا الكورس، والكورس كان في المستوى وجميل بزاف وشكرا. هاد الكورس هذا ديت بروميير في كادي، كنشكر مدينه سليمان وجيري دربال اللي كيساعدنا وكوننا، ونشكر رئيس العصبه سمير الوزاني على التنظيم اللي نظم، وان شاء الله نزيدوا قدام مستقبل ان شاء الله المنتخب. الازهري من نادي الاتحاد الرياضي البيضاوي، اليوم كان سباق ماديه تنظيم جيد تحت اشراف الجامعه الملكيه لسباق الدراجات، استطعت بالفوز بالرتبه الاولى في الفئه الكبار، وشكرا الاصدقاء ديالي اللي عاونوني بالفوز في السباق، وشكرا وان شاء الله استعداد الوطن المغرب ان شاء الله اللي تكون بسليمان ان شاء الله. الاسم ديالي زهر بحار من جمعيه نهضه الشباب الحسناوي سيدي سليمان، جيت الفئه الكبيرات المرتبه الثانيه. كنشكر الجامعه الملكيه ديال لسباق الدراجات، وكنشكر الاستاذ ديالي محمد السماكي وشكرا. معك السكينة الياس من نادي الكوكب المراكشي، فائز بسباق ديال اليوم بمدينه القنيطره فئه الشبان، كان هذا هو الفوز للنادي ديالنا والطاقم ديال النادي كامل بما فيهم الاب ديالي، وكنشكر الجامعه الملكيه على التنظيم هذا اللي في المستوى سباق في المستوى مدار نقي، كل شيء مزيان، تنظيم زوين، كل شيء مزيان.